هوبر في خطر حقيقي امام الديموجورجون، واهم حاجه لفت نظري في اللقطه دي ان الرياله بتاعت الديموجورجون غالبا يا ابني اقفل بقك يا ابني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد. والعمل اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو المجلد الثاني من الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things. والله فخور بنفسي لأني جبتها صح من أول مرة. تريلر أنا ما كنتش متوقعها قوي الصراحة، لأن اللي فاضل في الموسم الرابع حلقتين. ليه بنعمل تريلر لحلقتين؟ صحيح هما حلقتين مبطرخين شوية، زي ما سمعنا كده واحدة منهم ساعة ونص والتانية ساعتين ونص، هما مش حلقتين قوي، نقدر نعتبرهم أربع حلقات. المهم أنا مبسوط إن هم عملوا تريلر عشان أعمل رياكشن. لأ، لو هتقل مخك وتعمل تريلر لمشهد هعمل لها رياكشن، بس بجد أنا مبسوط لأن تفاصيل المجلد الأول لسه حاضرة في ذهني قوي. فاكر الأحداث ومتحمس معاها، خصوصًا وإني ناقشتها أكتر من مرة، وسخنان حقيقي عاوز أعرف إيه اللي هيحصل في الحلقتين اللي فاضلين دول. فأي إشارة هقدر ألقطها من التريلر هكون سعيد بيها، وكالعادة التريلر ما شفتهاش ولا مرة، هشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة. فيلا بينا. I know you're frightened. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not gonna lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall. My friends need me. He's not going to stop. Not until he's taken everyone. Let's do it. But I have this terrible feeling. It might not work out for us this time. Now I just want you to watch. Your friends have lost. تاني أحسن تريلر في تاريخ التريلرز بتاعت Stranger Things بعد التريلر بتاعت أغنية تريلر. جماعة أنا كنت هحط ملحوظة في أول الحلقة أقول لكم لو في أغنية اشتغلت في التريلر أنا هشيلها علشان خاطر الكليم، لأني ما بعملش ريفينيو من الحلقات اللي بيبقى فيها أغاني مش نتفليكس مش Stranger Things. أصحاب الأغنية اللي هي كيت بوش الاستوديو بتاعها أو الواتيفر هيجوا يعملوا كليم على الفيديو دوت، مش عامل منه فلوس. بس بصراحة الأغنية كل حاجة، الأغنية كل حاجة. أنا فوتت نص التريلر أصلا لأني سخنت مع الأغنية. هسيبها إن شاء الله، مع إننا عملنا فلوس يا عم، خلي الناس تنبسط. يعني تريلر جامدة قوي، بس أنا محتاج أتفرج عليها بقى. يعني كده سمعناها، نشوفها بقى. أنا أول انطباع جالي إن هو كل شوية نرجع للمشهد دوت، بس دلوقتي بحط فرضية، هل في احتمال يكون المشهد ده لسه هيحصل مش فلاش باك؟ لا صعب، ده غالبا هو الفلاش باك. جبت لكم التريلر من قناة نتفليكس اللي بالعربي عشان تبقى مترجمة، عشان لما نسمعهوش نقراه. كده منطقي، اول لقطتين عندنا فلاش باكس، ماشي. دي النقطة اللي كنا وصلنا لها مع الفريق بتاع هوكنز، بس الفريق دخل في مرحلة استعدادات عنيفة شوية. نفهم من كده ان نانسي هترجع في مرحلة من المراحل، لاننا سبناها في الابسايد داون. هو مين اللي بيتكلم؟ انا انطباعي ان اللي بيتكلم ده فيكنا، بس بالصوت بتاعه اللي هو وان. داستن خطير يا جماعة، شوفوا استعداده للخناقة عامل ازاي، ولسه ماكس متحصنة بالمزيكا. يا رب نغير، يا رب نجدد. ولا الراجل ده هو اللي بيتكلم؟ انا متلخبط شويه في الحته دي. غالبا الراجل ده هو اللي بيتكلم وبيقول لها انها مش مستعده، بس هي فاهمه ان الناس في هوكنز مستنياها ومحتاجاها، فهي بتتمرد تاني وبتاع،
اهو ده كلام متربط شوية، بس انا عجباني اكتر فكرة ان اللي بيتكلم ده يكون فيكنر. هي نانس، ايه الموضوع نانس؟ دي بقى نقطة مهمة، هل معنى كده ان ويل ابتدى يخش تاني على خط الابسايد داون وبقى عنده فيجنز؟ لو تفتكروا اللي هو الدور بتاع الجاسوس اللي كان بيلعبه قبل كده، اصلا اللي بدأ الموضوع ده كله بالنسبة لنا احنا هو ويل، فلو هيستعيد درجة الاهمية دي اسخن معاه شوية بتصريحة شعره دي. ماكس في خطر، ما دام هتشغل الووكمان تبقى في خطر. ده تمهيد للحظة العظيمة اللي ظهرت في التريلر الاولانية لما كان فوق العربية بيلعب الجيتار في الابسايد داون وبتاع، لقطة مستنيها بفارغ الصبر. معلش، على قد ما انا فاكر فيكنا سجن نانسي وستيف كان لسه موجود في الابسايد داون ما كانش رجع، فمعنى كده ان دي خطة الهجوم اللي بعد استعادة نانسي مش عملية استعادة نانسي نفسها، بس طبعا مش متأكد. هوبر موراي، انا رهاني انهم هيفضلوا في روسيا لغاية نهاية الفوليوم ده. ما هذا الذي يحدث؟ فرقة الكوماندوز دي جامدة جدا. ده ويل ومين؟ عايز اقول ويل وجوناثان، ولا حتى الزاوية دي مغششاني. بيبصوا على ايه دول؟ دول راحوا البيت فيكنا شخصيا. واو، ده الجيش الامريكاني، ما اعتقدش ان هو الروسي. ده صوت فيكنا اللي احنا عارفينه، يبقى معلش اللي كان بيتكلم في الاول ده اللي هو بابا والكلام الفارغ ده. يبقى الخطة ايه؟ الخطة كان ماشي، ناس هتهاجم من الابسايد داون وناس هتهاجم من العالم الحقيقي، داستن وايدي في الابسايد داون، وفي حاجة مهمة ان هم لازم يغطوا ظهر بعض. هنا روسيا الديموجورجون، خلونا فاكرين انا قلت لكم هيلعب دور مهم. استعد لتكون شاهدا، انا قاعد اهو يا اخوي. اه، في لقطة باداس جدا للوكاس في التريلر دي، راح يتغاب على العيال البوليز. يا ابن اللعيبة يا لوكاس. ايوه بقى، ايوه بقى، اغضب بقى. على ختام الموسم الاسطوري، مبالغات مبالغات قوي يا نتفليكس بصراحة. مين اللي مربوط دي؟ روبن. الله الله الله، موري بقاذفة لهب. صباح الجمدان يا ريس. قال وهي فوق كوبري المشاة بتاع شارع الثورة، واضح اهو، حتى مستشفى العيون تلاقيها ورا الشجرة دي. ايوة بقى، دي لقطة جديدة ولا دي نفس المواجهة اللي حصلت قبل كده ولا ايه الموضوع؟ ثانية واحدة، ده هوبر ماسك سيف ساموراي؟ اقعد انت رقعي بالصوت بس وخلاص على كده. لسه في جانب مهم من الاحداث في روسيا، هي اللقطة دي بتؤكد. حلو، يبقى انا لسه عند رهاني. بتصرخ لي يا داستن. اه، اذا كانت هي بترقع بالصوت فانا كمان برقع بالصوت وحاجات زي كده، ماشي. ايه اللي بيفرقع ده؟ ليه كده؟ ومين المرميين في الارض دول؟ دي قال اعتقد فرقعت حاجة وفي ناس متنطوره ومش عارف، لو ركزت يمكن اوصل لحاجه بس مش عايز اركز قوي. مين دول اللي خسروا؟ خسئت انا، مش هعلق تاني بقى خلاص. لا، تريلر ايبك فعلا، ده حقيقي يعني. ممكن والنبي 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 ما تعملوش كليم للحلقه دي؟ انا مش عايز اشيل الاغنيه، والنبي والنبي ما تعملوا كليم. نتفليكس عشان خاطري، الفنانه كيت بوش، ربنا يبارك لك يا رب، انت مجربه شعور الجوع عامل ازاي؟ ما تفتريش على الخلق، انت يا دوب لسه شامه نفسك يعني. حلوه التريلر جدا ودسمه ومليانه لقطات، يعني مليانه نظريات ومليانه تاملات وممكن تبقى مليانه رهانات، وانا عايزكم تعملوا كده معانا يا جماعه، رهنوا شويه على اللي فاضل في الموسم ده. ما بنراهنش على حاجه يعني، استغفر الله، قصدي بنتوقع. شخصيه هتموت، شخصيه هتتصاب، شخصيه هتخش في المشهد اكتر من اللازم، توقعوا معانا كده ونشوف مين اللي هيطلع صح. عموما اكتر حاجه انا منتظر اشوفها في اللي فاضل من الموسم ده هو الستراكشر، البناء، الدنيا هتتقسم ازاي، ليه الاحداث دي كلها في الحلقه الاولانيه، وايه اللي هيفصل الحلقه الاولانيه عن الحلقه الثانيه، وليه كل الاحداث اللي في الحلقه الثانيه ما ينفعش تتوجد الا في حلقه واحده بس. ده بجانب جوده التريلر، بجانب جوده المجلد الاول، رافعين نسبه الترقب عندي ل 10 من 10 بكل تاكيد. بس ده رايي وانطباعاتي ونسبه ترقبي ورهاناتي، الاهم منهم رايكم وانطباعاتكم ونسب ترقبكم ورهاناتكم، يا ريت تساهموا بيهم في الكومنتس. الف شكر لحضراتكم على المشاهده، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقه لو عجبتكم، اشتركوا في القناه وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول، تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستغرام، وباي باي.